السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء ضحايا ومصابي حادث معلمات سوهاج، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. أما أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق السريع الشرقي سوهاج نجع حماد بناحية قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج جنوب مصر. كانت تستقل لها عدد من المدرسات يعملن بمدرسة خاصة بمركز دار السلام، ونتج عن السرعة الزائدة تصادم السيارة في عمود إنارة ووفاة زينب محمد صلاح 27 عام معلمة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام. والمصابات هن عبير السيد أبو الوفا 23 عام معلمة بكسر باليد اليسرى، وفاطمة أحمد مصطفى 23 عام معلمة باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسد، ورحاب محمد عبد السادق 23 عام معلمة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وسحر عبد الفتاح أحمد 23 عام بجروح قطعية بالوجه، ونريمان محمد عبد العزيز 23 عام باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومي عمران أبو الوفا 23 عام باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وزينب منتصر 23 عام باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ومريم محمد أحمد 23 عام باشتباه كسر بالساق اليسرى، إسراء عزت فؤاد 28 عام، وعلاء عزت فؤاد 30 عام، وعبير عزت فؤاد 36 عام باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وجميعهن تقيمن بدائرة مركز شرطة نجع حماد بمحافظة إنا. يوسف محمد عبد السادق 27 عام سائق. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفاة ومصابين، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أجرى ميكروباص تستقلها مجموعة من المعلمات والمقيمات محافظة إنا في طريقهن متجهات العمل بمدرسة خاصة بدار السلام على جانب الطريق الزراعي السريع الشرقي سوهاج نجع حماد بناحية قرية البلابيش بحري. نتج عن الحادث مسرع معلمة وإصابة 14 آخريات وسائق السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقلهم للمستشفيات، وتبين وقوع الحادث نتيجة انفجار الإطار الأيسر للسيارة ما نتج عنها اصطدامها بعمود إنارة من على جانب الطريق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.